الواقع عندما استلمنا هذا التقرير، تقرير بعثة المراقبين العرب يوم الجمعة الماضي، استنتجنا بأن ما تضمنه لن يرضي بعض العرب الذين ينفذون مراحل المخطط الذي اتفقوا عليه في الخارج ضد سوريا. لكن باعتبار البروتوكول وخطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة وتشكيل بعثة المراقبين العرب، جاء من قبلهم وفوجئوا بموافقتنا على ذلك، قلنا ربما يخجلون من أنفسهم ويتعاملون بموضوعية مع هذا التقرير، لكن ما توقعناه حدث. التفوا على هذا التقرير رغم أنه البند الوحيد على جدول أعمال مجلس الجامعة، وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفا أننا لن نقبل به لأنه قرار فاضح بالمساس بسيادة سوريا وتدخل سافر بشؤونها الداخلية، بمعنى لم يناقشوا بالعمق تقرير بعثة المراقبين رغم مرور شهر على وجودها في الأراضي السورية وفي كل المحافظات. أيضا تابعتم الموقف السوري من قرار مجلس الوزراء الذي يحدد لنا ماذا نفعل. على كل حال، ما تضمنه هذا القرار ينطبق عليه القول فاقد الشيء لا يعطيه. هم في الواقع كانوا يحاولون رسم مستقبلا لسوريا بعيدا عن إرادة الشعب السوري، وكأننا دولة مسلوبة الإرادة، ونحن عبر مراحل التاريخ كنا المشعل الذي يعلمهم العروبة والإسلام، وسنعلمهم الديمقراطية والتعددية. أنا لا أريد أن أتوقف عند المداخلات التي بثت مباشرة من اجتماع المجلس الوزاري، لكن أقول إذا لم تستحي فافعل ما شئت. أقول يا أخوان، كلهم حريصون على مصلحة الشعب السوري ويحضون ويفتخرون بفرض عقوبات اقتصادية ضد هذا الشعب، يفخرون بأنهم
اغتالوا دور جامعة الدول العربية في المساهمة في حل الأزمة في سوريا فاتجهوا نحو مجلس الأمن. أنا أعتقد أن هذه المرحلة الجديدة من مراحل ما خططوه ضد سوريا هي استدعاء للتدويل. صحيح قالوا أنها للمصادقة على قرارات الجامعة العربية، وهذا اعتراف من قبلهم بأن هذه القرارات والجامعة العربية غير مؤهلة لكي تلعب هذا الدور، فأرادوا الذهاب إلى مجلس الأمن. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أريد أن أشير إلى نقاط هامة وردت في تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية في ضوء ما شاهدوه وما سمعوه من المواطنين على أرض الواقع. التقرير أكد وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة وتعتدي على قوات حفظ النظام والمواطنين. التقرير استنكر الحملة الإعلامية الموردة على عمل اللجنة وعلى تضخيم ما يجري في سوريا بشكل مبرمج. التقرير أكد أن من قتل الصحفي الفرنسي هم ما يسمى الجيش السوري الحر. التقرير أكد على أربعة نقاط هي محور البروتوكول وخطة العمل العربية التي التزمت بها سوريا. أكد على وقف العنف والتزام الحكومة السورية من جانبها بذلك، لكنه انتقد قصور البروتوكول عن معالجة موضوع الجماعات المسلحة، إذ لا يمكن وقف العنف إلا بمعالجة هذا الموضوع. أيضا أكد سحب المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية، ودحض ما دروج له بعض وسائل الإعلام عن وجود مدرعات، عن قيام طلعات جوية. أيضا تحدث عن الإفراج عن آلاف المعتقلين بما في ذلك مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، وعدد الذين تم الإفراج عنهم بعد صدور هذا المرسوم. أيضا تحدث عن الإعلام والسماح بدخول الإعلاميين، وأن البعثة نفسها شاهدت 36 محطة إعلامية، ولذلك لبت سوريا ما التزمت به
في خطة العمل العربية وبموجب البروتوكول، وهذا شيء تضمنه التقرير. لم يعجب أصحاب هذا المخطط فلذلك التفوا على التقرير. أنا لا أريد أن أزيد شيء سوى الإشادة بصمود شعبنا والتفافه حول قيادته ووحدته الوطنية والترحم على أرواح شهدائنا من مدنيين وعسكريين وقوات حفظ نظام، وأن أقول نحن في سوريا جبل لا يهزه الريح. شكرا. طيب، يعني حرصا على وقتكم وقت سيادة الوزير، سنأخذ بضعة أسئلة وفقا للترتيب المعين الذي اتفقنا معكم عليه، ونبدأ مع مدام رائدة وقاف من الإعلام السوري، التلفزيون السوري. سيادة الوزير، في القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لشأن سوريا والتي تفضلت بالحديث عنها أنهم يحاولون رسم مستقبل سوريا بعيدا عن إرادة شعبها، وما يتعلق منها بالتحديد بالحوار الوطني الشامل وبدستور البلاد وبقانون الانتخابات وغير ذلك، هي نجد أنها هي الأجندة المعلنة في سوريا منذ أشهر والتي أكد عليها السيد الرئيس الأسد مطلع هذا الشهر. هل هي محاولة لاختطاف الأجندة الإصلاحية السورية أم أن هناك خفايا ومرامي أخرى؟ كما قلت، فاقد الشيء لا يعطي. هم لم يمارسوا ولم يعهدوا الممارسة الديمقراطية، فلذلك ماذا يقولون؟ هم يستكتبون. أنا أريد أن أعود إلى خطاب السيد الرئيس الذي أعلن فيه عن دستور جديد للبلاد، أعتقد أنه خلال أسبوع أو أكثر قليلا سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي. دستور حديث، أتحدى أن يكون لدى بلدانهم مثله. ثانيا، مؤتمر للحزب وسيكون مفصلي. ثالثا، حكومة موسعة ودعا إلى مشاركة أوسع طيف من ممثلي الشعب ومن شريحة الشباب، وتحدث عن انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وعن أحزاب تمثل في هذه الانتخابات. خلال شهر أيار القادم حتى يتيح لأحزاب جديدة أن تشكل، خاصة بعد صدور الدستور الجديد. كما قلت، هذه الممارسة الديمقراطية ستجعل سوريا بلدا متجددا أقوى مما هي عليه. لذلك من يريد أن يتعلم من سوريا فنحن لن نبخل عليه، مستعدين أن نكرس ساعات إضافية لتدريسهم. أستاذ أنس أزرق، قناة المنار. معالي الوزير، في ضوء القرارات الأخيرة للجامعة العربية، هل تعتبرون عمل لجنة المراقبين العرب ما زال قائما؟ وهل أخطرتم الجامعة العربية سواء سلبا أو إيجابا بموافقة الحكومة السورية على تمديد عمل لجنة المراقبين؟ وهل لديكم تعليق على سحب المملكة العربية السعودية لمراقبيها من اللجنة ولقاء وزير خارجيتها مع رئيس المجلس الوطني؟ خلص، كم سؤال أنس. أولا، يجب أن نميز بين القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري
ورفضناه رفضا قاطعا وفيه تدخل سافر بشؤوننا الداخلية، وبين قرار آخر صدر يدعو إلى استمرار عمل الباسة ويلبي الاحتياجات التي طلبها الفريق أول الدابي. بالأمس بعد ظهر الأمس تلقيت رسالة من الأمين العام للجامعة يطلب فيها موافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة المراقبين شهرا إضافيا آخر، وهذا الطلب موضع دراسة، وحالما تأتينا التوجيهات سوف ننقلها إلى الأمين العام للجامعة. سبب دراسة هذا الطلب: في خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في البند الأول ينص على موافقة الحكومة السورية على وقف العنف من أي مصدر كان، وبالدراسة القانونية السليمة تأكد لنا أن على الحكومة أن تقوم بواجبها لوقف العنف من أي مصدر كان، خاصة بعد أن ظهر في تقرير المراقبين وجود هؤلاء المسلحين ووصفا لأعمالهم الإجرامية والإرهابية، وكانتم كإعلاميين أصبحوا يتبادلون كمسلحين. لذلك هذا الموضوع نريد أن نعرف من الفريق الدابي ما هو دور بعثة المراقبين فيما ورد في تقريرهم عن ضرورة معالجة ظاهرة المسلحين الإرهابيين في بعض المناطق السورية. شو السؤال الآخر؟ هذا شأنهم، ربما هم لا يريدون أن يشاهد الأشقاء السعوديون في بعثة المراقبة الحقائق على الأرض التي لا ترضي مخططاتهم. We would like to welcome the presence of foreign media, and we'll take a question from Mr. Jeremy Bowen from BBC English. Thank you very much. Foreign Minister, I know you've just commented in Arabic about the withdrawal of the Saudis and the GCC observers, but I was wondering if you could react to us for us in English about that. And could you also, bearing in mind that Syria has rejected the latest Arab League proposals, tell us just what the solution, therefore, is to this crisis? Are we to presume that there's going to be a fight to the finish, or are there going to be some constructive ideas that might stop the bloodshed that Syria would support? معالي الوزير، استمعت إلى تعليقكم على انسحاب المراقبين السعوديين بالعربية، لكن هل لي أن أطلب سماع ذلك باللغة الإنجليزية؟ ثم السؤال الثاني، سوريا رفضت قرارات مجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، فمن وجهة نظر سوريا ما هو الحل؟ هل سيكون هناك قتال حتى النهاية، أم أن هناك حل إيجابي وبناء؟ I'm sorry, I have to speak in Arabic for the rest of the audience. قلت قرار السعودية هذا قرارهم، وفسرت ربما هم يخشون أن يرى مواطنوهم ما يجري حقيقة على الأرض.
I said that the decision on the part of the Saudi authorities to withdraw their monitors is their decision, but I also added that maybe they don't want their people to listen and to hear what these monitors see on the ground, the facts on the ground. So they don't want the monitors to pass this information to the Saudi public. أيضا سؤالك الثاني هام. قطعا الحل في سوريا ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة العربية ورفضناه رفضا قاطعا. Your second question is very important. The solution to things in Syria is absolutely not the decisions taken by the Arab League, which we have categorically rejected. الحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري. The solution is a Syrian one based on the interests of the Syrian people. يقوم أولا على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس البشار الأسد. Also based on the completion of the reform program proposed by President Bashar al-Assad. ثانيا يقوم على الحوار الوطني الذي دعت إليه سوريا وأعلن الرئيس بشار أنه جاهز ليبدأ الحوار منذ الغد. It is also based on national dialogue for which President Bashar al-Assad called and the president announced that he is prepared to embark on this dialogue as of tomorrow. ثالثا من واجب الحكومة السورية أن تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فسادا في بعض المحافظات. Third, it is the duty of the Syrian government to take the necessary measures in order to address the problem of those armed elements who are wreaking havoc throughout Syria. أستاذ حسين مرتضى قناة العالم. السلام عليكم. معالي الوزير، في المرة السابقة تحدثتم أن القيادة السورية تستلهم سياساتها الآن من الشعب، من الشارع السوري، من الشباب السوري. الآن عدت وأكدت هذا الموضوع. الآن الشباب السوري والشارع السوري والشعب السوري يريد موقفا قويا واضحا من القيادة السورية. أولا فيما يتعلق بأن يكون هناك موقف حاسم من ظاهرة المجموعات المسلحة، لأن الموضوع لم يعد يطاق لدى الشارع السوري وهذه الظاهرة التي تطال الجميع. والنقطة الثانية أن يكون هناك موقفا واضحا من الدول العربية التي انتهكت كل شيء بالنسبة للسوريين، وخصوصا فيما يتعلق بالدور القطري. يعني لماذا الشارع يقول لماذا لم تغلق مثلا سوريا السفارة القطرية التي بدأ يعتبرها الشارع السوري بأنها مثلها مثل السفارة الإسرائيلية؟ ولماذا لا يكون هناك موقف واضح كذلك من القيادة السورية مما يجري في العالم العربي؟ ما هو موقف سوريا من الأعمال التي تقوم بها السلطات السعودية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ومن الانتهاكات التي تقوم بها القوات السعودية في البحرين؟ شكرا. أولا أريد أن أؤكد لك بأن موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سوريا في الداخل والخارج. لا أعتقد أن هناك بلدا في العالم نصف الكون يحاصره ويتآمر عليه ويستخدم أدوات عربية لتنفيذ هذه المؤامرة. فيما يتعلق بوجود سفارة قطرية، هم سحبوا سفارتهم من سوريا، لدينا سفارة في الدوحة مهمتها الأساسية رعاية شؤون المواطنين السوريين العاملين في قطر وعددهم يتجاوز 50,000.
النقطة الثالثة، أنا قلت من واجب الحكومة السورية التعامل بحزم مع الجماعات المسلحة، وهذا سبق أن قلته لأمين عام الجامعة العربية في رسالتي قبل 3 أيام من اجتماع المجلس الوزاري. لذلك كما قلت، نحن ندرك أبعاد المؤامرة ومراحلها، وتأكد أننا سنتعامل بحزم مع هذا الواقع. زملاء، أرجو الالتزام بسؤال واحد لكل وسيلة إعلامية لكي يتاح للجميع ضمن وقت معالي الوزير. أستاذ زياد حيدر، الميادين، قناة الميادين وصحيفة السفير. معالي الوزير، أمس قرأنا الموقف الروسي، بدأ لبعض المراقبين فاتر بالمقارنة مع المواقف الروسية التي سبق واتخذت، إن كان من موضوع المبادرة العربية أو من موضوع العلاقة مع سوريا. كيف تقيمون الموقف الروسي خصوصا بعد لقاء سفيرنا في موسكو مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط؟ أنا لمست اليوم بحديثي مع بوغدانوف أن الموقف الروسي حار. لا يستطيع أحد أن يشكك بالعلاقة السورية الروسية، لأن لهذه العلاقات مقومات وجذور تاريخية وتخدم مصالح الشعبين. روسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي بشؤون سوريا، هذا خط أحمر. مدام سحر أرناؤوط، قناة الحرة. معالي الوزير، يعني نحن أول مرة بنسأل سؤال موجه لك من الشام. هل تعتبرون أن الخطة العربية التي صدرت عن مجلس الوزاري تحضر لنموذج يمني في سوريا؟ سؤال بس صغير لو سمحت الأستاذ جهاد، بس هل تلقيتم من الخارجية الأمريكية أي تعليمات أو أي يعني إشارات؟ لا نتلقى تعليمات. لا، عفوا لا من خارجية أمريكية ولا من خارجية كونية. لا تزر عن العبارة، بس أي إشارات حول إقفال السفارة الأمريكية في دمشق؟ هذا شأنهم. هذا السؤال الأول حول الخطة العربية. يعني نحن اسمنا الجمهورية العربية السورية، مدام هدى عبود، وكالة الأنباء الإماراتية وصحيفة الرأي. أنباء. معالي الوزير، كيف تفسرون التناقض في قرارات المجلس الوزاري بخصوص طلب تشكيل حكومة وحدة وطنية نصفها من المعارضة ونصفها من الموالاة في الوقت الذي هم يدولون الأزمة السورية إلى مجلس الأمن؟ وسبق أن قلت قبل أن تأتي بعثة المراقبين بأننا نحن ذاهبون إلى التدويل. كذلك هناك في تناقض في تفسير العنف والعنف المضاد في الوقت الذي قال الفريق الدابي بأن الجيش استخدم العنف في وجه من حملوا بوجه السلاح. نحن نقول هنا العصابات المسلحة وهم يسمونه الجيش السوري الحر. قال الشيخ حمد بأن العصابات المسلحة أو الجيش السوري الحر هم من استخدموا السلاح في وجه الجيش الذي قام بضربهم. فقط أريد أن أعلمك معالي الوزير بأنه بالأمس في عندما كانت البعثة الإعلامية في حي الحميدية في حمص، كان مجموعة إعلاميون وإحدى الإعلاميات متواجدة، لا أعلم إذا كانت تريد أن تفصح عن اسمها، بأن إحدى المراسلات قامت مباشرة بإرسال رسالتها على الهواء مباشرة لمحطتها، بأن قالت بأن الجيش هو من يطلق الرصاص على المسلحين، ولم يظهر مسلحين لديها، بينما كان المسلحون هم من يطلقون الرصاص على الجيش والمواطنون والإعلاميون الذين كانوا يختبئون وراء الجيش. يا مدام هدى، رجاء سؤال مقتضب. أولا، يعني أنا قلت مرارا، الإعلاميون يجب أن يكونوا مهنيين وأصحاب ضمير. ربما هي خشيت إذا قالت الحقيقة أن محطتها سوف تغفر رسالتها. نحن نواجه كل أنواع الإعلام،
ما يهمنا هو الإعلام الموضوعي. منذ قدوم البعثة، بعثة المراقبين، أقول لك أن ضحايا وشهداء الجيش وقوات حفظ النظام والمدنيين تضاعف 3 مرات بسبب استغلال الجماعات المسلحة لوجود بعثة المراقبين. حتى الفريق الأول الدابي اعترف بالأمس أن بعض المتظاهرين يستخدمون المراقبين كدروع بشرية. أنا على كل حال لا أريد أن أعلق على ما أرسلته الصحفية أو لم ترسله، المهم أنها موجودة على الأراضي السورية، هذا تنفيذ للبروتوكول. أستاذ إبراهيم حميدي، الحياة LBC. معالي الوزير، هلأ طلع خبر قبل بشوي، ما بعرف إذا في تعليق عليه، هو أنه دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت بأنها ستسحب جميع المراقبين، وأن هناك اجتماعا على مستوى المندوبين في الجامعة العربية لبحث مستقبل المراقبين في ضوء هذا القرار. هذا يعني follow up question على اللي قيل سابقا. سؤالي الأساسي هو أيضا، وزير خارجية قطر والعربي قيل أنهما سيتوجهان إلى مجلس الأمن، وهناك كلام عن أن ما بين قوسين المبادرة العربية ستصدر من قبل مجلس الأمن، هل هناك موقف سوري من هذا الشأن، وما هو المعول على موسكو عندما يطرح الموضوع في مجلس الأمن؟ شكرا. أولا أنا قرأت خبر من رويتر عن عزم دول مجلس التعاون سحب مراقبينها من بعثة المراقبين، وأنا قلت هذا شأنهم، إذا كانوا يخشون رؤية حقيقة ما يجري على الأرض في سوريا فهذا شأنهم أيضا، لن يغير شيئا. وقلت أيضا أن تقرير بعثة المراقبين الذي قرأناه يوم الجمعة وأصبح وثيقة رسمية لدينا لن يعجب بعض العرب ممن ارتبط بمخطط، ولذلك هم لا يريدون من الفريق الدابي أن يكون ضميره حيا وصاحيا، أن يكون شخصا مهنيا لا يباع ولا يشترى.